اليوم. كيما اليوم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 10 نوفمبر 2021، شراكة جوار جديدة 2022-2025 بين تونس ومجلس أوروبا. اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا في 10 نوفمبر 2021 شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة من 2022-2025، ويعتبر الاعتماد هذا نتيجة نجاح أولويات التعاون الثنائي اللي تم تحديدها وتنفيذها منذ عام 2012 فضلاً عن الحوار الفعال مع السلطات التونسية. توفر شراكة الجوار إطار متجدد لتعزيز الحوار السياسي والتعاون، ويحدد الأهداف والأولويات لتسهيل الإصلاحات الديمقراطية والحكم الرشيد من خلال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد. الشراكة هذه حطت الأولويات بالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية على النحو التالي: تعزيز فهم معايير حقوق الإنسان من طرف المهنيين القانونيين والسلطات الوطنية والمجتمع المدني، منع التعذيب، محاربة الفساد، تعزيز حرية التعبير وحماية البيانات الشخصية، مكافحة العنف ضد المرأة، مكافحة الاتجار بالبشر، تعزيز حقوق الطفل. الهدف الرئيس للتعاون بين تونس ومجلس أوروبا ما تغيرش، هو دعم تونس في التنفيذ الفعال للإصلاحات الديمقراطية الجارية في البلاد وفقا لسياسة مجلس أوروبا تجاه مناطق الجوار. تساهم المنظمة في مساعدة تونس على مواجهة تحدياتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وتواصل المنظمة تعزيز المعايير القانونية ذات الصلة من خلال اتفاقياتها الدولية لمواصلة تعزيز إنشاء فضاء قانوني مشترك بين تونس ومجلس أوروبا. نجم نعتبر العلاقات الثقافية والتجارية اللي تربط بين تونس والاتحاد الأوروبي من أقدم العلاقات، وذلك بحكم العامل الجغرافي والتاريخي اللي قرب برشا بين الطرفين. يرجع إبرام أول اتفاق تجاري بين تونس والمجموعة الاقتصادية الأوروبية العام 1969، جاء بعده التوقيع على اتفاق تعاون عام 1976. في الإطار هذا تعتبر تونس أول بلد من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط اللي صحح اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في جويلية 1995، واللي دخل حيز التنفيذ منذ عام 1998. تم بموجب الاتفاق هذا إحداث منطقة للتبادل الحر يتم بمقتضاها حذف المعاليم الديوانية على تجارة المنتجات الصناعية فقط، ومن منطلق هذا يتم تصدير المنتجات الصناعية التونسية لأسواق الاتحاد الأوروبي من غير معاليم ديوانية. وتم وفق الاتفاق هذا حذف المعاليم الديوانية على المنتجات التونسية بصفة تدريجية على مدى 12 عام من عام 1995 حتى 2008، كما انتفعت الشركات التونسية المصنعة ببرامج الإحاطة والتأهيل في إطار برنامج ميدا 95-2006، وفي نطاق الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ابتداء من عام 2007. 10 نوفمبر 2021، تاريخ إمضاء شراكة الجوار الجديدة 2022-2025 بين تونس ومجلس أوروبا، وشملت برامج الإحاطة والتأهيل على حد سواء الاستثمارات المادية واللامادية، وتمتعت ما يقارب عن 3500 شركة تونسية بالإجراءات هذه، حطت برامج لتأهيل إنتاجها ولتحسين جودة منتجاتها والرفع من مستوى قدراتها التنافسية مع الشركات الأوروبية. ويبقى اتفاق الشراكة العام 1995 الإطار القانوني للتعاون في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، ويندرج هذا الاتفاق في إطار مسار برشلونة للشراكة الإقليمية الأورو متوسطية والاتحاد من أجل المتوسط اللي انخرطت فيه تونس منذ عام 1995. مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد.
كيما اليوم. كيما اليوم.